الشيف شكلها هي هذه عجينة يدو معروف بها في باريكا. يا حسرة من بالك من الثمانينات والله كانوا يجيو حتى من الغرب باش ياكلوا برك ويروحوا المرقاز هذا تاعنا ويعاودوا يروح يجيو من غليزان ومن عند موشنت باش ياكلوا المرقاز هذا في باريكا ويعاودوا يروح. ومن بعد عاودنا دي بلاصينا به درك كاين ربي يبارك في التوته كاين هنايا كاين في سطيف. واش فيه لداخل المكونات واش ديروا له مثلا لي زيبيس لي فيونداشي بريباراسيون تسمى تاع العجينه وحدها ولي زيبيس وحدهم هو يعني الرسمي في لي زيبيس لا عاد لي زيبيس تاعك ملاح راك نجح. شت لافارس اللي تفارصه في المرقاز لافارس اللي تفارصه داخل في السبيسيال احنا نخدموه ديريكت بلا مصرانه تسمى ما نحتاجوش المصرانه باش نخدموه هذه هي بالضبط. صلح الامور بكم ان شاء الله يعني عشت بسندويتش هاي ليها قدر اولا البري تاعو قدر تضرب باقيتها ب 20 ونص باقيتها بقدر 10 نص يعني بريما تلقاش في بلاصه واحده مقبول الاسعار في متناول الجميع نص باقيتها ب 10000 باقيتها ب 20 ثم اللي عنده ياكل اللي ما عندوش ياكل الثاني كلنا نشوفوا في الزوالي ونشوفوا في رواحنا ونشوفوا لازم تراعي راك فاهم الامور هذا لازم تراعي لازم واحد يشوف فيها. ديزاد نيوز أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.